أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد هادي الأمة وكاشف الغمة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. نسألك اللهم برحمتك أن تعيد هذه الأيام وأمثالها على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة. اللهم واجمع شملنا ووحد صفنا وطهر بلادنا من رجس الاستعمار، وحقق أمن بلادنا وسلامها وخيرها واستقرارها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل مصر كما أردتها رائدة وقائدة، ملاذا للخائفين وأمانا للطالبين والقاصدين، فقلت وقولك الحق، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كل عام وحضراتكم بخير، وجزى الله كل منابر الإعلام والصحافة الذين يعملون على نشر القيم الإسلامية الفاضلة، ويعملون على حفظ توازن المجتمع بكل طوائفه وانسجامه ومؤاخاته كما أرادنا الله عز وجل، إخوة متحابين. كل عام وحضراتكم بخير، وجزى الله أخبار اليوم عن الأمتين العربية والإسلامية خير الجزاء، وعن مصر خاصة. هناك سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان؟ أولا، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصيام ليس تعذيبا للإنسان، ليس تعذيبا للجسد ولا تعطيلا عن العمل، ولا يراد به المشقة، بل يراد به ما أراده الله عز وجل: الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التيسير سمة من سمات الشريعة الإسلامية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان؟ العلماء والفقهاء لهم كلام كثير، ولكن نختار أيسر. الحامل إذا كان الصوم شاقا عليها وأفطرت، فعليها القضاء. المرضع إذا خافت على الولد وأفطرت حتى تتقوى، هذا والله أعلم وأعز وأكرم.